ينبغي للمؤمن والمؤمنة أن يغتر بالامتحانات وينسب كل شيء أنه ابتلاء للتمحيص ورفعة الدرجة ومش عارف إيه. لا، بالعكس، الباب الأولى، أول ما يصيبك شيء، أن تقول من أين أتيت، ما الذي أخطأت فيه، ما الذي أذنبت. على فكرة وربك بعطيك تنبيهات، هي هذه أنت تسميها بلاء، تقول لك ارجع. هتقولي كيف أعرف؟ هذا سؤال جميل على فكرة، هذا سؤال جميل وهذا يوم مهم. صدقني لن تعرف إذا كانت أخطاؤك كثيرة، إذا كنت مخلاطا مكثارا من الذنوب. عارف من الذي يعرف؟ النظيف المستقيم السوي اللي هيك أبيض، هو أبيض، لما بصير نقطة سوداء بقدر أشوفها أقول هنا غلطت. مثل ما قال الفضيل ابن عياض رحمة الله عليه، شيخ الأولياء في عصري، ماذا قال؟ إني لأعرف شؤم ذنبي في خلق دابتي وأهلي. قال أول ما أطلع الصبح بعد الفجر باجي مثلا بسأل زوجتي، يا أم فلان حابين شيء؟ حابين العمى ياخذنا، الله يعيننا على الحياة. بعرف أني غلطت. بيجيش يقول لها ايش مالك كسر؟ لا لا، بقول لك أنا وين غلطت. هذا مع مين صار؟ مع نبي الله داود أبو سليمان الملك، أبو الملك، ملك وأبو ملك. سليمان أجوا اثنين يتصوروا المحراب، تصوروا عين المحراب، وبتعرف القصة هذه سورة صاد. فمباشرة سمع الأول قصته فعلا، الكليم تبعه الدعوة يعني، والله بثير الأعصاب. قال له احنا اخوة، وهذا اخي عنده 99 نعجة. قال له الله موسى عليه، وانا عندي نعجة واحدة، نعجة غلبان صغير هيك، جنني، عزني في الخطاب، اعطيني اياها. قال له لهالدرجة عينه فارغة؟ لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاج. قال له شو هذا؟ هنا غلط داود، غلط مباشرة كقاضي. ايش هي؟ اسمع الثاني. صدقته انت يعني؟ دعوة مزخرفة هيك وعاطفية وبثير، صدقته؟ فالثاني ايش قال له؟ قال له حقيق يا داود أن تقرع رأسك بالعصا. في الأرجة عند المفسرين اثنين طلعوا ملائكة، والله بعث له يوم وظن داود أنما فتناه، فتنة ابتلاء. فهذول الملائكة الله أراد أن يبتليه بهما عشان يعلموا ايش؟ إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تشتط، عشان يعلموا كيف القضاء. القضاء ما تتعجلش وما تقدمش العواطف، خليها العواطف البشرية أكيد تحكمش فيها، بس خبيها شوية، خبيها، خلي دائما حكم العقل هو المبدأ الأولى. ففتن، هذه فتنة. تخيل كيف عرف أنه فتن هو؟ بعد ما هذا بهدله. مستحيل داود، الله معطيه احترام وتجلى في عيون الملائكة وفي عيون البشر، الناس كلها، لأنه نبي وملك محترم، الكل يحترمه كذا. لما نزله من احترامه هذا قال له يا داود حقيق أن تقرع رأسك بالعصا. قال له والله، قال له بده ضرب على رأسك. قال له لماذا؟ قال له سمعت منه ولم تسمع مني؟ عرف انه فتن. قال له والله صح، راح خر. يقال 42 ليه وهو يبكي على هذا الذنب، يعني كيف تعجلت وكذا ويبكي. والله غفر له، الله قال غفرنا له، قال غلط، هذا غلطه صغيره وغلط، وغفرنا له ويلا ومع السلامه، بس علمناه فتنة هذه. فمثل فضيل بن عياض، لما تشوف انه انقلت قيمتك، واحد كذا ابنك نظر لك نظره هيك مش صباح الخير، طيب ماله هيك كل يوم يجيب بوس ايده كذا، اعرف انك انت غلطت. هتقولي جرب هذا، صعب تجربه. تعرف ليش؟ عشان تجربه بدك تكون مثل هذه، بدك تكون نظيف في كل شيء. في عليك ديون رجعتها، ما ينفعش، وسخ، وساخ كثير عندك، رجع ديون. ايش ترسي سياره؟ ايش سياره؟ اركب مواصلات عامه، رجع الناس ديونها، ما في سيارات. لو كنت حقانيا وربانيا ما بشتري سيارة أركبها ولا حتى رسكليتي. بعد ما رجع الديون، برجع ديون الناس وأنا خالي من الديون، بشتري سيارة إن شاء الله حتى حق 100,000، بس علي ديون بشتري السيارات، بركب السيارات، برجع الديون في الأول. اثنين، بغتاب بكذا بطلنا، بكذب كذا بطلنا. بدك تراجع نفسك كله كله كله، بتفرط في الصلوات، بتفرط في كذا، ممنوع. بدك ترجع نظيف زي هذا، لما ترجع نظيف بتشوف العجب. عاد شو العجب؟ تمشي، والله العظيم انا بحلف لك لاني عارف شو بحكي، تمشي امورك زي الساعه، اعدائك بصيروا يخدموك. ايش رايك؟ ايش رايك؟ بتروح على دائره معينه، انا بحكي لك وقع، تروح على دائره، واحد غدا زي الشيطان وقف لك، ايوه تعال، وين؟ كيف؟ بغلبك باستمرار، ادفع، بجننك.
لما بتمشي امورك كلها وبتصفي الحساب مع الله كويس كويس بتلاقي نفس الشخص هذا بتروح له اكيد تقول انسحر وانت مش ساحر. اهلا اهلا بقولك اهلا وسهلا هو اللي ساعدك اعمل لك خدماتك. الله طب مش انت اللي مسيت عليه صار لك شهرين كل مره؟ ايش معنى؟ ايش معنى؟ عندك المعنى، المعنى ايه؟ عندك انت مش عنده، هو مش فاهم، والله هو ما عارف ايش بصير له، انت اللي عارف، انت صرت هيك نظيف صح؟ مش وان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا. شوف العزوبه يا اخي، شوف عارف القران؟ يخسره يخسره واحد تروح حياته وما فهمش القران وما تنعمش في رياض القران، اقسم بالله الحدائق النظره هذه. أول شيء ليش يقول رب العزة لا إله إلا هو؟ لأسقيناهم ماء غدقا، ماء يعني موجود الماء بلش فيها، فيش حضارة وفيش مدنية وفيش رزق وفيش زراعة وفيش مجتمع إلا حيث إيه؟ حيث الماء. كأنه الله بقول لك في ماء. وعارف مين فهم الآية فهما حضاريا زي هيك؟ سيدنا وتاج رأسنا عمر بن الخطاب رضي الله عليه. إيش قال؟ هلا هذا عبقري، هذا زلمة غريب، عنده فهم عجيب في الدين. قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لا تكون النعمة إلا حيث يكون إيه؟ الماء. بالأحرى قال لا تكون النعمة والمال إلا حيث يكون الماء، ولا تكون الفتنة إلا حيث يكون المال. كيف فهم الآية؟ إيش الله قال؟ لأسقيناهم ماء غدق، يعني إيش قصده الله؟ يعني وسعنا عليهم عاد ارزاق وزراعه وصناعه وتكنولوجيا ومجتمعات ومدن وطرق سريعه وكله بصير ما شاء الله، لنفتنهم فيه. رجع قال لك انت لما استقمت انا ما شاء الله، بس انتبه هذه كمان فتنه. يعني في الاول ابتليتك وفتنتك بايش؟ فتنت الاراده، فتنت ارادتك التكليفيه، هل تستقيم على اوامري؟ تنتهي عن مناهي؟ تلزم حدي؟ نجحت. قال لك فتحت لك الابواب، يسرت لك الامور، وقفت لك اولاد الحلال وين ما تروح، وين ما تروح من اعدائك بيكونوا اعدائك اعداء امتك، وين ما تروح كانهم هيك مامورين، طبعا في امر من فوق هم والله مفهمينه، اقسم بالله يخدمونك خدمه، ما رايك؟ خدمه. ما بحكي لك، لا بدي احكي لك عن كل شيء بالتفصيل، شيء لا يكاد يصدق. وانت بتبقى فاهم ليش؟ بتبقى فاهم، تقول الحمد لله، عارف حالك ايش بتساوي، وبعدين قال لك بس انتبه هذه الحالة الجديدة الثوابية الجزائية الجميلة فتنة كمان. ليش فتنة طيب؟ لأنك ممكن تغتر، وممكن تفكر نفسك من أبناء الله وأحبائه، وأنه أنا هيك الله الله حبيبني لأنه أنا طيب كتير ونظيف وحلو. مش حكاية طيب، أنت مستقيم، خليك على الاستقامة، زيادة في زيادة. لكن لو دخلك العجب، وأنا أحسن من هذا، شفت مبارح شفتوا حكوا عنه، كيف تقارن نفسك بالناس انت؟ ايش لك علاقه بالناس؟ استر الناس وتمنى لهم الخير وقول هذا مسكين يمكن كان مار هيك ويمكن جاهل ويمكن اهبل ما بعرف ايش ويمكن مغفل، استر ويمكن مبتلى والله يعافيه. طب انا اقول لك شغله، عمرك جربت انك تختم القران؟ شوف 60 حزب 30 جزء تختمه كله وبينك وبين الله وما قلتش لواحد من الخلق، بنيه انك انت لما تختمه تدعو دعوه برجاء استجابتها لأخ من إخوانك أنه الله يصلح حاله، هذا المؤمن. المؤمن شيء عجيب على الفكرة، المؤمن شيء أجمل مما تتخيل. ما في أنه كل ما يختم القرآن يدعي لحاله، لا 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 لا، المؤمن ما هو أناني. أنا اتصلت بها سيدة وأحسبها من الصالحات وعندها الله مأيدها بأشياء عجيبة سبحان الله العظيم، ومكاشف عنها يعني بعض الأشياء، تقسم بالله وأنا أعرفها صادقة، وقالتها هيك ما بعرف يدخل الموضوع هيك وأنا أعرف أنها صادقة. كان يوم عرفة عشية عرفة قالت لي اقسم بالله يا فلان، قالت لي دعوت لكل من خطر على بالي ممن احبني ممن كرهني ممن اساء الي ممن احسن الي، قالت واذا بي انتبه نفسي اني لم ادعو نفسي في اخر اللحظات قبل ان تغيب الشمس. ما اجمل المؤمن يا اخي، ايش الجمال هذا، داعي للدنيا كلها وناسي حالك. لذلك الله ما بنساها، ايش رايك؟ وبيستر لها كل امورها، بوقف لها ولد الحلال وين ما تروح الا هو لاولادها وكذا، ومدلعها لانها هي ما شاء الله. فهمت كيف علي؟ فهنا بنرجع مره ثانيه، فالله قال لك حتى هذه فتنه، فإياك والغرور، اياك والعجب، اياك ان تستنيم الى هذه الكرامه كذا، بالعكس اطلب الزياده بمزيد من ماذا؟ من الاستقامه، لئن شكرتم لأزيدنكم، بمزيد من الشكر باذن الله. وعلى فكره اصعب امتحان امتحان السراء ولا الضراء؟
السراء، السراء أصعب امتحان. قال سيدنا عمر بن الخطاب: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. ومصداقه من كتاب الله آيات كثيرة جدا جدا جدا. على فكرة حتى الكفار، حتى الكفار الله قال لك معظمهم لما يبتلى بالضراء ما شاء الله عليه: دعانا لجنبه أو قائما أو أمر صحيح، لأن أنجيتنا منها. صار عندهم الضراعة واللجأ إلى الله والبكاء، ما شاء الله مطلوب بكوا هذا، فالله بنجيهم. قال لك بلا كلام فارغ، هي عاصفة كانت، هي ماشي ماشي، بيطلع يكفر. لا إله إلا الله، الله قال لك هيك هذا البشر صح؟ ها؟ إذا مسه الضر مباشرة يدعو. طب ويعني إذا أذقناه منا رحمة فرح بها، يأخذ الفرح، هذا مني من شطارتي من تدبيري. قال إنما أوتيته على علم، الله قال لا بل هي فتنة. فالكفار زي هيك، فعيب المؤمن، عيب عيب على المؤمن يكون زي الكفار صح ولا لا؟ إنه لما الله يضغط عليه يرجع لا ربي وكذا كذا، ولما وسع له ينسى ويبطر ويكفر ويجحد. لا إياك. فابتلاء السراء صعب، ومصداقه قوله أيضا تبارك وتعالى: وقليل من عبادي الشكور، ولا تجد أكثرهم، قول اللعين وصدق فيها، شاكرين لكن أكثرهم لا يشكرون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولا مش صحيح؟ الله قال لك القلة هي التي تشكر، والشكر يكون مش على الضراء، يكون على ماذا؟ على النعمة. فالله قال لك ننعم والناس لا تشكر. فعشان هيك بدي أقول لك شغلة: يوم تلهم الشكر، خذها من أخوك الصغير وقول، قول عدنان صدق، يوم تلهم الشكر، والشكر مش شكر لسان، إياك إياك. وهذا كمان من الأخطاء الفادحة اللي بيقع فيها جماهير المسلمين، بفكر الشكر يا رب لك الحمد والشكر. هذا من الشكر، وليس هو أعظمه، ليس هو أعظمه. أعظم الشكر تعرف ما هو؟ الفعال، أنك تفعل. كيف يعني؟ الله أتاك مالا، شكر المال كيف يكون؟ بالإنفاق. هنا الشطارة، مش يا رب لك الحمد والشكر وتضن عليه وتسكر وتوعي، تجمع وتخزن وتوعي، تخبيه في السيف. لا، أنت كافر مش شاكر. كافر نعمة طبعا، كفر نعمة اسمه هذا، مش شاكر. شكر نعمة المال بالإنفاق، هذا محتاج، هذا بده، هذا بده دين، هذا كذا، هذا مش عارف ايه، لا لا لا. إن في المال، النبي قال حقوقا غير الزكاة، مش بس الزكاة، تعطي 2.5% وطالع من هنا. صعب، في ناس ما بعطوهاش، في بيصلوا بحجة ما بعطوش الزكاة، بعطاهاش كله، بقول لك أعطيت طول السنة بعطي. يا كذاب، أنت عندك مال كثير، احسب كل أعطيته ما يجنش 10,000، وأنت زكاتك 100,000، بتلعب على الله قاعد أنت؟ تلعب على الله، ما أنت عندك ملايين، مئات الملايين، زكاتك بتيجي 100,000 بالراحة الحيني، مش معطي أنت طول السنة 10,000، تكذب على مين؟ فالشكر إذا إيه؟ بالفعال. شكر الصحة، الله أعطاك صحة، لا تعصي الله بها، تروح تقوم الليل، في ناس بتقوم الليل ضعاف، قوم طول الليل نايم. بعدين شكر الصحة، نعمة الصحة، تقعد تحضر الموف هيك 3 ساعات وتقوم تصلي العشاء في دقيقتين، هذا كفر. لا، حضرت قاعد 3 ساعات تحضر موفي ما شاء الله طويل هذا، حلو، الله ما قال لكش حرام هذا، كويس. قوم صلي العشاء، قوم صلي صلاة حلوة هيك 10 دقائق، ربع ساعة على الأقل، اقرا لك صفحتين كذا، مش حافظ أنا بفتيك، أمسك معاك الآيفون تبعك والمصحف، اقرا منه عادي، اقرا، تمتع في القرآن، تمتع في صلاتك، صح ولا لا؟ أيوه، ما تفرط في الفريضة بالطريقة هذه وتروح تنام بعدين، صح ولا لا؟ وتقوم الصبح قبل الشروق 5 دقائق وترجع، شو هذا؟ هذه شكر نعمة الصحة؟ لا. وبعدين ايش بتقدر تنفع الناس بالصحة هذه؟ انفع، ولا مش صحيح؟ تمشي مع واحد تحمل له تساعد وكذا، هذا شكر نعمة، ونعمة العلم، انك تعلمه للناس بلا مقابل، حتى مش لازم كل شيء بفلوس، انه لا ممنوع فلوس، لا لا لا، في فلوس اهلا وسهلا، بدك تعيش انت، ما فيش فلوس؟ اعمل واعطي وتكلم ساعات لوجه الله وبصدق كمان، وقول الحق ولو كان مرا، واصدق، اصدق الناس في تعليمك العلم، وهكذا. هذا الشكر الحقيقي. قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني 3. شكر النعمة إيش هي؟ يدي ولساني والضمير المحجبة. لساني باللسان، والضمير اعتقادي بهذا الشيء دائما واستحضاري له. وبعدين يدي بالفعال. هذا الشكر 3 أشياء. إذا بالجنان وباللسان وبإيه؟ وبالفعال. هيك بتكون شكرت ربك عز وجل حقا. فعبودية الشكر صعبة كتير كتير، وأصعب من الصبر، وقل من ينجح في امتحان الإحسان، وكثر من ينجح في امتحان الامتحان أو اللي هو البأساء
والضراء، نسأل الله أن نكون عبيده الصادقين، أرقاءه الخالصين، نعيش رقا خالصا له لا إله إلا هو في السراء والضراء، في الامتحان وفي الإحسان، ونسأل الله ألا يدخلنا في تجربة، كما قال سيدنا عيسى عليه السلام: نحن لا نتمنى البلاء، ونسأل الله العافية. والنبي علمنا هيك، قال: سألوا الله العافية. وعلى فكرة هتقول لي يعني بيدك هذا؟ مش بيدك، بيد الله. بس بصراحة إذا أثبت أنك عبد في الإحسان بصير صعب، يعني صعب إن شاء الله ونادر أن يمتحنك إيه في الامتحان في الضراء. عارف ليش؟ لأنه الله ليش بيمتحنك بالضراء أصلاً؟ ليش طيب؟ عشان تعود إليه، صح؟ عشان تعود إليه وتستقيم. أنت مستقيم مش في البأساء، مستقيم في النعماء، أمورك كلها حلوة، أنت ما شاء الله ماشي هيك، صح؟ وهذه صعبة، هي الأصعب. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، هذا صحيح. وجاء موجود الآيات الكثيرة: وإن إذا أذقنا الإنسان، مع النعم الناس تفرط، أنت الحمد لله الله معطيك النعم. وأنا عندي خطبة يعني اسمها مش عادي، هذه خطبة يعني إيش بدي أقول لك، يعني لازم إحنا نعيش المعنى هذا. والله العظيم ما في شيء في حياتنا عادي، أقسم بالله، قسما بالله. يعني إيش بدي أقول لك، لما تروح تتوضأ والله ما هو عادي إنك تلاقي ماء عذب نمير سلس تتوضع به، مش عادي. في ناس صعب ما يلاقوش الماء، يروح ياجر 10 كيلو عشان يجيب شويه ميه. عندك ماء، قال صنبور، قال افتح الفصل ماء، استشعر النعمه هذه. عشانك ما تسرفش كمان في الماء هذا، اتق الله فيه، ما تسرفش واستشعر، قول يا الله ايش النعمه هذه، ماء نظيف وانا قاعد في البيت وعندك بيت مدفى، ايه انسى. وعندك سياره، عندك سياره حتى الحق 1000 يورو، انت ملك، انت ملك. لما واحد قال لعبد الله بن عمرو بن العاص قال له: يا صاحب رسول الله، يعني هل أنا من فقراء المهاجرين؟ قال له: عندك أنت زوجة؟ قال له: متزوج. قال له: عندك بيت؟ قال له: عندي. قال له: أنت من أغنيائهم؟ قال له: شو فقراء المهاجرين؟ قال له: ما دام زوجة وبيت أنت غني. قال له: أنت من أغنياء المهاجرين. قال له: بصراحة يا عبد الله أنا عندي خادم. قال له: ماذا؟ قال له: عندي خادم كمان. قال له: أنت من الملوك. شوف هذا هو طبعاً وفسر بآية المائدة: وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. روح اقرأ تفسير الآية هذه في ابن جرير الطبري، حتشوف الأثر هذا. قال له: أنت من الملوك، الله قال لك هذا الملك فعلا. وأهم شيء في الأخير يا أخواني أن يسلم لنا ديننا، وعلى الدنيا العافية، والله العظيم مع أن الدنيا كبيرة، عندنا دنيا ملوكية، يسلم لنا ديننا في هذه الدنيا. الله يستثمر معه إيه؟ بالصدق والإخلاص بعون الله تبارك وتعالى، وما يراد به وجهه فقط من دون خلقه جميعا، صح؟ استثمر معاه بالطريقة هذه مش هتشوف إلا كل خير. وبرجع بقولكم جربوا هذا الكلام وقولوا صدق أخونا عدنان، أخونا الصغير أخونا الكبير، قولوا استقم وخليك أبيض زي هيك، هتصير تفهم أي تنبيه يأتيك من الغيب بلعب في لحظة. ليش صار لي هيك؟ طبعا طبعا صار لي هيك، لأني مرة دخل واحد على أبو القاسم الجنيد، تعرفوا شيخ الطائفة في بغداد، شيخ أهلي الظاهر والباطن، شيخ الصوفية وشيخ علماء الشريعة، كان شيء عجيب. دخل فيه هيك، طلع فيه الشيخ مستغرب، بعدين طلع قال هاشم، شيخ الجنيد قال هاشم ما الذي يحصل؟ قال له: إيش يا شيخنا؟ قال له: لم أرى أسرع من هذا، كان نظرت فيك فرأيت سوادا، ثم نظرت فرأيت بياضا. بكى الزلمة، قال: أي والله يا سيدي، دخلت وفي نيتي كذا معصية، فلما نظرت إلي خجلت منك، فعقدت العزم على التوبة. الشيخ شاف هذا في لحظة، شوف أهل الله كيف، هذا مثل هذا اتفق لسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عليه، صحابي الجليل الخليفة الرابع، يدخل عليه أنس بن مالك صحابي جليل برضو، أهل القرآن. طلع هيك عثمان، عثمان اللي كان يختم القرآن، قال لك في ليلة شيء عجيب كان عثمان، لا ماتوا والقرآن معه، القرآن الغني الملياردير هذا، القرآن رجل مش بس بعد مع الجواري ومع النسوان، لا قرآن، قرآن رضوان الله تعالى عليه، على هنات، النبي قال على هنات والله يغفر له، الله يغفر له ما كان منه، لكن ذو النورين، ونسيب رسول الله مخباته تنتين، ما في، الله يعطينا عقل بس ونفهم الأشياء ونحكي الأشياء كذا، بس مش معصوم غلط، والنبي قال لك غلط، والله يغفر له أكيد، إذا لم يغفر له لمثل عثمان يغفر لمن؟ الأمثال نحن نصى عليك، الله يغفر لنا برضه جميعا. فعثمان طلع فيه هيك قال: يدخل أحدكم وأثر الزنا في عيني؟ يا أمير المؤمنين، وحي بعد النبوة؟
أنس مريع صح عارف حاله عم أنس إيش عمل ها قالوا لا وحي بعد النبوة وإنما فراسة المؤمن الصادقة ومن ينظر بنور الله وقد سمعت رسوله يقول اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله فهمت كيف علي والحمد لله رب العالمين